ايه الاجمله اهي؟ ايه ده اللي مجنون؟ اهي مين دي؟ مين دي مين؟ مين دي؟ دي؟ مين دي؟ مين؟ ما تسأليها هي مين دي؟ أنا مالي؟ ما تعرفناش. أنا رغد صديقة الطفولة. يا رغد على أيام الطفولة، أحلى أيام وأحلك ظروف وأحلى حياة. فاكرة الطفولة؟ فاكرة. أنت بقى مين؟ أنا جميلة صديقة الجامعة. يا جميلة على أيام الجامعة، أسخف مرحلة في حياتي مش فاكرها أساسا. فاكرة يا رغد؟ فاكرة لما كنا بنلعب في الطفولة؟ أيام الطفولة؟ أيوة، عريس وعروسة ومأذون. الواد أشرف لما كان بيعمل مأذون فاكرة؟ لا ده أنا أعمل نفسي شجرة بقى وأجيب لكم اتنين ليمون. ما بنحبش الليمون من أيام الطفولة، فاكرة؟ لا ما بحبوش خالص. فاكر؟ فاكرة لما كنا بنلعب لعبة الشوكة والجاتو؟ دي كانت جامدة قوي. يقص عليك يا أكمل، ليه فكرتني بقى؟ لا دي كانت طعمها تحفة جدا. على فكرة احنا كنا ممكن نتجوز من كتر اللعب دوت مع بعض، بس ما حصلش نصيب. مش كده يا أكمل؟ قولي لها ليه ما حصلش نصيب؟ ما أقولكيش بقى يا جميل. لا قولي لها، ما أقولكيش ليه، ما تقولي لها عشان كل حاجة تبقى مقوى. قولي يا حبيبتي فضفضي كده وطلعي اللي جواكي. أنا هقولك. لا مش مهم إنك تعرفي، المهم إن أنا وأكمل رجعنا علاقتنا تاني ببعض. اصلها كانت مفيدة قوي ومغذية قوي، وكان صعبة قوي ترجع، لأن قالوا لنا مش بترجع، العلاقات عمرها ما هترجع تاني. قالوا لها لأ، قالوا لهم لأ لازم ترجع العلاقات. فاكرة 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 لما كنا بنلعب لعبة تحت اللحاف واللي يخرج يخاف؟ فاكرة؟ ويخاف؟ أيوة بقى كده؟ طب أنا هوريكي أكمل وهفضحك. روحي افضحيني في داهية. تعالي هنا يا جميلة. في ايه؟ هو انا كل ما اقول لحد روح يفضحني يروح يفضحني بجد؟ دي جمله انفعاليه. هتقول مين دي وانا اوديك في 60 داهيه؟ دي رغد. رغد؟ انت فاكره دي مين دي؟ دي دكتوره. دكتوره؟ دي دكتوره؟ بس نفسيه. انت فاكره اللي لابساها ده سلوبيتا؟ من سلوبيتا ده البلطو بتاع الدكاتره، بس الدكاتره النفسيين والله. حتى تلاقيه بصي الاسود فيه مشوش شويه، ليه؟ عشان بيزغللوا رؤيه المريض، بحيث انه يدوله زغلله فوق مرضه فيعالجوه. هو انت اتزغللت؟ انا زغللت. انت عارفه دي شخصيتني. تعرفي يا جميله طلع عندي ايه؟ عندك ايه؟ عندي التهاب في العضله النفسيه. والله التهاب في العضله النفسيه؟ ماشي يا اكمل، انا بقى هوريك غرف 60 داهيه. غرف 60 داهيه؟ ماشي. تعالي هنا. في يا جميله؟ وانت كل كلمه اقولها لك تصدقيها ليه؟ يا ستي بهلفط بالكلام، في نرفة انا دلوقتي، في نرفة بهلفط بالكلام. في ايه؟ انا هقولك الحقيقه كلها. اتفضل. رغدي دي نمرة احنا عاملينها فيكي علشان نغيظك، كل اللي فات ده علشان يوصلك المسج بتاع يا جميله. والله نمرة فعلا. تعالى يا اكمل عايزاك. معلش عشان عايزاني. عندي اجتماع. انت تمسكيه كده ليه؟ الله، عشان بنت بيئه. انت مين اصلا؟ قولي خليك تقترح معايا على المكتب كده. قلت لك عنده اجتماع. صدقني ان انت مستفزه قوي قوي قوي. والله استفزيتك؟ اتفضلي بقى اطلعي بره عشان عنده شغل. مش كده يا اكمل؟ ايوه انا عندي اجتماع فعلا، بس مفيش مانع ان رغد تحضر معانا الاجتماع. شفتي قالك مفيش مانع؟ لا طبعا، ده اجتماع واسرار عمرة ما ينفعش تعرفها. طب ما احنا ممكن نسالهم. اقعد انا على تعادي. انتي برافو رغد. قالت فكره جميله جدا فعلا. احنا نخش الاجتماع ونسال العملاء هل يختاروا انتي ولا انتي، وشايف ان هم هيختارون انا في الاخر. لا طبعا، انت عايز تقارني انا بدي مين يا بنت؟ حقك يا رغد. ايوه انتي بنت عشان انتي غلطتي فيها. ايه ده بيه قوي. بيه؟ طب اطلعي بره بقى عشان اوريها شغل البيه. لا ثواني، انت عايز حقك منها صح؟ وانت عايز حقك منها. طبعا. صفوا مع بعض، بس مفيش حاجه تبوظ في المكتب. يلا اطلعي بره كده. اتفضل. جري يا حبيبتي. مالك بس عشان بس تعرفي يا هيرو ان انا بحبك. جايبه لك كل حاجه بتحبيها، موز وبرتقال وتفاح. جيب لك كاكا. كاكت ايه؟ ايه ده؟ قاعده مع الاعداء بتخوني الوطن، قاعده معاهم وبتاكل
الاكل وعلى السفره بتاعتنا. يا ماما اسمعيني يا ماما، الامور ما بتتاخدش بالطريقه دي. اما تتاخد ازاي؟ تتاخد بقى طريقه اللي زي دي تتلم كده، تتلم كده كلها وتترمي بره، بره مع الباسكت بتاع الزباله، ما تقعدش معانا هنا. تعالي ماما، وبتكون من اكلنا وبتكون من خيرنا. معلش يا ماما انا فهمت، انا فهمت يا ماما. يا ماما يا حبيبتي احنا لازم نكسبها في صفنا. نكسبها في صفنا ليه؟ عشان تساعدنا في الخطط والتكتيكات اللي احنا بنعملها. تكتيكات ضد مين؟ ماما ركزي معايا. في ايه؟ نهار ابيض، هي دايما كده بتصحى مش مركزه، مش عارفه في ماما نعمل ايه. طب ما انا مش فاهمه، هي دلوقتي بقت في صفنا، هي مش معايا وما تقلقيش. بقت معانا احنا ضد الاعداء الاصليين. ايوه، يعني عميله مزدوجه. الحمد لله يا رب، عميله مزدوجه. ايوه، دبل مينينج يعني. الله الله يا ماما، يا مثقفه يا جميله يا قاريه. برافو عليك، وجنتيها. جنتها وظبطت كل حاجه. طيب دي مش هيكفيها طبق الفاكهه ده بس؟ هنتصرف. لمي بقى الزبادي اللي في التلاجة والاكل والطبيخ وشدي حيلك بقى. حاضر. فين ابوكي؟ مريح جوه شويه. مريح؟ الهي ما يرتاح، الهي ما يهداله بدن يا رب. انا دخلاله. ماشي ماما. وانت ركزي معاها، راقبيها كويس، خلي بالك كل راقبيها كنترول. بصي بقى، قلتيلي بقى حلو ولا هو جامد؟ بصراحه بصي، انا كلمت لك دكتور في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه عشان يجيب لنا كده شويه كتب عشان نقرا في السياسه كده ونفهم. انا عايزاكي تبقي في السياسه قرد، عايزين نكتسحها في الحزب. ايوه يا هيرو، انا عايزه امسحها مسح. امسحها لك من على الارض. انت عارفه يا جميله، انا يعني ليه بقف جنبك كده وبساعدك؟ ليه؟ عشان اخد طاري من اكمل. أكمل يا جميلة، ده أنا بنت خالته من سنين، رايحة جاية قصاده، اللي عمره ما فكر يقول لي كلمة حلوة ولا حتى يتحرش بيا، مع إني يعني أمتلك الماتيريال. هيرو، لفي لي كده بروتة كده في مكانك. بس بس لا لا، اصبري التنورة أنا صارفة. خلاص يا هيرو هتطيرينا. أوكي. آسف، أنا غلطانة. بص يا هيرو، أقول لك على حاجة يعني، هو أنا عايزاكي تبقي مزة. صعب. صعب يا جميلة، هنضحك على بعض؟ ما ينفعش. لا ما تخافيش، سيبي الموضوع ده عليا، مفيش حاجة في الدنيا دي صعبة. بس أنا هخليكي موزة وأنتي تركزي معايا الفترة اللي جاية في موضوع السياسة ده لحد ما أبقى محنكة سياسياً. لحد ما تبقي إيه يا جميلة؟ محنكة سياسياً. محنكة؟ لا ده موضوعك بقى في الكلام ده. مش انا كنت عايزه بس شش. اوه ايه اسمعيني كويس، مش عايز ولا كلمه. ماشي، ايه في ايه؟ شش، اسمعي الكلام اللي بقولك عليه عشان هقولك على سر خطير. قول يا سيدي. هيروشيما هتورث 5 مليون دولار. دي كذبه من اكاذيبك المعتاده اللولبيه. لا ابدا مش كذبه ولا حاجه، بس انا ما رضيتش اقولك علشان ما تفضحنيش، وبعدين انت ما بيتبلش في بقك فوله. لا انا محتاجه افهم بقى، امال انت فاكره انا اتجوزتها ليه؟ عشان خاطر سواد عيونها؟